وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، فيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبهة. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. ويصلح القلب أيها الإخوة بالقرآن بالحذر من الغفلة وأهلها، فإن الله في كتابه الكريم حذر من غفلة القلب وحذر من الغافلين، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولا تكن من الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويصلح القلب أيها الإخوة بالقرآن إذا علم القلب من القرآن أن من ترك ما ينفعه وترك الخير مع الإمكان ابتلاه الله عز وجل بالاشتغال بما يضره، وحرم من ما ينفعه. وأن من استعمل نعم الله عز وجل في معاصيه أشغله بها فانقلبت عليه نقما. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.